دكتور كمال درويش رئيس اللجنه العلميه بوزاره الشباب والرياضه ورئيس نادي الزمالك السابق، اهلا بيك في اليوم السابع والف الف مبروك لمحمد السيد. قول لنا، احنا كان حضرتك كنت بتقول لنا من كام يوم ان احنا متوقعين ان شاء الله من 6 ل 10 ميداليات لمصر، النهارده اول ميداليه، شعور حضرتك ايه وشايف ان شاء الله المستقبل اللي بيحصل مصريه ازاي؟ زي ما انت شايف كده كانت ميداليه صعبه، احنا كان المفروض امبارح كمان كان في ميداليه، لكن النهارده هو الحمد لله البرونزية خدناها، لكن في ميداليات ان شاء الله زي ما وعدنا وربنا يوفقنا باذن الله بحيث ان احنا فعلا الوعود اللي احنا قلناها تتحقق. شفت حضرتك بكيت بعد الميداليه، كان شعورك ايه اول ما الميداليه جت؟ كان في ضغط كبير جدا عليه على البعثه المصريه كلها. حضرتك كنت معانا وشفت المباريات، يعني المباراه الاولانيه كانت عنيفه جدا وكان الحكمة وطرتنا جدا. عشان نتكلم على الحكام، احنا نتكلم على ان في توفيق في عدد الحكام، يعني خلينا كده، بس انا بتصور ان دي دفعه كبيره جدا ان شاء الله للرياضيين الموجودين واللي هم ان شاء الله متوقع لهم نفس الاتجاهات للحصول على الميداليه ان شاء الله. تقول ايه للناس اللي يعني عايز اقول ناس متربصه، ناس ماسكه على كل غلطه، ماسكه على حاجات مش موجوده اصلا؟ يا سيدي، ما سيدي، الناس العمل هو اللي بيثبت، النتائج هي اللي بتثبت صحه العمل. ياما ناس اتكلمت بتتكلم، لكن احنا بنشتغل وبنيد لبلدنا من خلال الحقيقه قناعتنا ان احنا ننتمي لمصر ان شاء الله. ربنا يوفق ان شاء الله ويكرمنا ان شاء الله. شكرا لحضرتك.